قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولو قال قائل: كيف لا يملكون قطميرا وهناك من عبد من دون الله عز وجل ودعي من دون الله عز وجل وهو يملك ما هو أعظم من هذا القطمير؟ فالجواب عن هذا أن هذا الملك الذي أثبت للخلق إنما هو ملك قاصر، فإنه لا يملكه من جميع الوجوه، وذلك لأن الله عز وجل هو الذي منحه إياه، ولو شاء لسلبه منه كما سلب ملوك كبراء وعظماء. قال فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله عز وجل عليه من فوقه. ثم أيضا هذا الملك ليس ملكا كاملا، لما؟ لأنه لا يستطيع أن يتصرف به إلا بما يوافق الشرع. ولذا قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فهم في الحقيقة لا يملكون، ولو ملكوا فيما يرى شسا فإنه ليس بملك حقيقي.